بنلاقي فيه في الديرمس تحت ميلانو سايتس، وميلانو سايتس دي فاجوسيتوز باي فاشن، بنسميها ميلانو فاشن، يا اما ميلانو سايتوتك يا اما ميلانوتك. الميلانو سايتوتك زي الفيكسد دراج ربشن، طبعا لو انتوا عارفين فيكسد دراج ربشن بيسيب ايه؟ بيسيب بوست انفلاتور هايبر بيجمنتيشن لونه بلو بلاك ديرما ميلانو سايتوتك زي ايه؟ زي السلف ماشي. بوست انفلاماتور هايبر بيجمنتيشن بعد حالات وبعد حالات. في اصلا فاريانت من فيكس دراج ريبشن نون بيجمنتنج فاريانت، يعني ممكن يجي بالاكيوت ربشن ويقف من غير ما يسيب هايبر بيجمنتيشن. بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن. الامايلودوسيس ممكن يبقى اسوشيتد ويز ميلانوفاج. الهيموكروماتوزيس، احنا خدنا الهيموكروماتوزيس في الابيديرمال هايبر بيجمنتيشن ميلانوتيك، وخدناها ديرمال ميلانوسايتوتيك ماشي، ده يمشي ده يمشي نتيجه الاكسس ميلانوسايت في الديرمس او الميلانوفاج. الاريثيما اب اجن، ده نوع من الاريثيما بتحصل نتيجه الاكسبوجر للانفرا ريد الهيت، الهيت اللي هي ما تقدرش تحرق الجلد بعد ما تعرض لها لفتره طويله، زي العيان اللي عدى باستمرار حاله درجه حراره عاليه من الشتمان، العيان اللي عدى قدام الفرن باستمرار حاله درجه حراره عاليه كوميا في الصيف، العيان اللي هي العيان اللي هو حاطط اللاب توب على رجله وقعد بيتعرض للهيت بتاعت اللاب توب مره ولا الثانيه، بيحصل حاجه اسمها اريثيما ايه؟ اللي هي ريتيكوليتد اريثيما شكل شبكه بتسيب ريتيكوليتد او نتورك لايك هايبرمنتيشن. اريثيما بين هي عشان عارفينها هي اسمها كده ولا تحت الصدر؟ لا لا زيها بس بيسيب بيبدا ريسيما ويقوم قالت بي نتورك لايف هايبر بيجمنتيشن، ده لو فاريشيس بنقول عليه ليفلو ريتيكولاس، انما لو هايبر بيجمنتد او ريسيبتس بنقول عليها ريسيما اللي هو الاكسبوجر للانفراريد تو ذا ديجري ليس ارزان بيرن، اللي هي الانفراريد عن حساب شكل الحراره، لو الحراره دي اثرت على الجلد من غير ما تعمل بيرن مره ورا الثانيه الكومنت افكت بتعمل لي ايه؟ اللي هو الاريثيما. طيب ال الاريثيما بينه وريثيما سكرو كابريستا نومنال لايك بلانس، كل الحاجات دي بتبقى ديرمال ميلانوتيك، ديرمال ميلانوتيك كل اللو نيفون، كل اللو نيفون اليونيفول على فكره مش عارفين تقريبا عكست الميلان دي ميلانوتيك، المفروض على فكره ميلانوتيك ميلانين ده ميلانو سايتوتيك، ميلانو سايتوتيك المفروض امبريولوجيكالي الميلانو سايتس تيجي من النيويورك كريست تخش جوه الديرمس تقعد في الديرمس فتره وتقوم طالعه فوق في الديرمس، ده الامبريولوجي بتاع الميلانو سايتس. في بعض الميلانو سايتس بيحصل لها ريست في الديرمس، عارف لو حصل لها ريست بتعمل لنا ايه؟ تدينا بلويش نيفول. بلويش نيفول يعني شفت البلويش نيفول قبل كده؟ اللي عنده اولاد ممكن صغيره هتلاقي عنده بنجولين سبوتس. بنجولين سبوتس راحت شلاله تبع سنين ايه؟ 4 سنين. بنجولين سبوتس ممكن تاخد فتره اكتر من كده وممكن يحصل لها مش كومبليت ريزوليوشن، ممكن تخف يعني تخف الدرجه بالظبط. بنجولين سبوتس هاي بلو نيفاس نتيجه الاريست اوف لانوسايتس في الدرمس. طيب في انذر تايب اوف بلو نيفاي تمام النفس في القطة وايتو اهو النفس في القطة بتاخد الفيس ومعاها جزء من الاستيرة اهي ده طبعا بري بوست قبل الليزر وبعد الليزر نفس النيفل دي لو طلعت على الشولدر الديستريبيوشن بتاع البريك البيتسس بيسموها نيفل في ايه؟ في يعني لما تبقى في الفيس تبقى زي اوبتر ايوه ولما تبقى على الشولدر ايتو شايفين دي؟ بلا لازم يبقى مش لازم لا مش لازم الستيرا وعلى فكره بس هي كونجنتال ولا اكوايرد؟ كويس لا مش كويس اغلبها كان جينكا سم كيسز اه
اهو شايفين سكيلة يعني بلو نيبلز في فيس. وفي حاجة اسمها كومن بلو نيبلز او بلو نيبلز اللي هو تيجي بشكل بديل بقى. ايه بيسموها كومن بلو نيبلز. طيب ايه اللي حاجة اللي يحصل لها؟ بتطلع عن جلد بتبقى دي انواع البلو نيفر النتيجه البرسنت في البلو سايز في النورمال سايز سواء كان دي اكوايرد يعني مش كل مال سايز المفروض كلها لما مش هيطلع في الدرمز يحصل له ديس مش هيحصل له ديس النورمال سايز في الدرمز هيجي له شكل ايه. طيب ال ايه الديرمال هايبر بيجمنتيشن اللي ملوش علاقه بالبلانين؟ الديرمال هايبر بيجمنتيشن في ماده اتحطت في الديرمس عملت له هايبر بيجمنتيشن ملوش علاقه بالبلانين خالص اللي هو ايه؟ لا لما يدوس معاها لا البصريه لا ده بيسموه ده بيسموه في حمس سنة نان ميلانين ديرمال هايبر بيجمنتيشن في مادة حصل لها ديبوزيشن في الديرمس عملت هايبر بيجمنتيشن أظهر زي ميلانين وأظهر زي هيموسيدروزس أو هيموكوماتوزس وإيه حاجة خدناها كده اللي هي الكولونوزس اللي هو ديبوزيشن أوف هوموجينيتيزك أسيد في الديرمس في الكارتليج وديبوزيشن في الهارت وفي الكدن اللي هو الهيموجينيتيزك أسيد أوكسيديز ديفيشنسي إنزيم ده خدناه في الايه؟ في الميتابوليزم. زي الانتي مالاريا والمينو سايكل، الانتي مالاريا والمينو سايكل بتعمل لي حاجه اسمها سودو والهيدروكينو بيعمل لي حاجه اسمها سودو كرونوزس عن طريق الانفيشن اوف هيموجينيتيزيس اسيد. دوز انزيم. بس احنا كام دلوقتي؟ 10 طبعا انتوا مذاكرين بال هو مشهور الايام دي في الصيف الناس اللي جايه مصايف دي واحدة لوك بيرلوك ترمتايتس عارفين؟ بيرلوك بيرلوك ترمتايتس البيرلوك ترمتايتس بيجي لك العينين دلوقتي في نتيجة البولومن سيرك اكسبوجر في المصيف يقول لك ظهر لي البطش الغامقة دي فتيجي تبص عليها تلاقي ازاي هايبر بيجمنتيشن ده يظهر خلال يومين ثلاث ايام اربع ايام في اسبوع وزود بريسيدنج انفلاميشن ما عليش بابيوز ولا فيزيكي ولا اي حاجه خالص دي في حاجه اسمها بلوك درماتايتس. بلوك درماتايتس نوع من الدرماتايتس من الفايتو فوتو درماتايتس. فايتو فوتو درماتايتس. فايتو فوتو يعني بلاند درايف انجن او بلاند درايف ماتيريال مع السن اكسبوجر بدات تعمل ايه؟ درماتايتس. البلاند ده هي بتحتوي على ماده اسمها بيرجابتن. البرجامتين ده عبارة عن مادة فوتوسنسيتايزر موجودة في أي كوزموتكس لها ريحة موجودة في بعض الزرع. يعني جلاند جلاند مش جلاند بلاند كلمة فايتو يعني بلاند فايتو فوتو درماتايتس يعني درماتايتس كوزد باي اكسبوجر لللايت أو سن اكسبوجر نتيجة الابلكيشن اوف بلاند درايف ماتيريا بلاند درايف ماتيريا مادة من البلاند حطيتها على الجلد مع الاكسبوجر للصن بدا يحصل هو البيرلوك ديرماتايتس. البيرلوك ديرماتايتس ممكن يحصل نتيجه الكونتاكت يعني البيرجابتن ديت موجوده في السيترس فروتس كل السيترس فروتس في الليمون وفي المانجا وفي الفواكه وموجوده في الزرع موجوده في النجيله موجود في اي شجر بتلاقي فيها ماده البيرجابتن دي فهو الطفل بتاع في كونين ولا حاجه ايده جعانه زرع او بيستعمل بقرات البرفيومز او الكولونيات او الصابون بريحه الكلام ده كله بدا يحصل اكسبوجر في الصن فيبدا يحصل ايه؟ بلوك ديرماتايتس. بلوك ديرماتايتس ليه تو ستيجز. الستيج الاولانيه الاكيوت انفلاماتوري ستيج بتبقى عباره عن ارثيما وديما فيسيكليشن ودي غالبا ما بنشوفهاش خالص مع العيان. اللي بيجينا العيان بيجي لنا بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن اللي هي الستيج الثاني. الستيج الثاني بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن ليها بيزار ديستريبيوشن
رابل اونست خلاص. يعني تخش الكلية تستعمل الكلية كده تيجي تلاقي فينجرز واخدة مطرح الفينجرز الفيس باللوك دماتايز وهي بتحط كلية كده او كده يبدأ يحصل ايه البلوك دماتايز. فالديستريبيوشن بيظهر الاونست مش ماشي مع الهيستوري بتاعت العيان اللي هو هايبر ميديشن وظهر من 3 اسبوع زي شكله لخبط مش ماشي مع اي حاجة. ده بنوك المتحدث مشهور جدا اللي همس بابقى نياد بلاها يعني ايه سان امبولا سان بروتكشن وهايدروكين. ولو حصل نفس الحالة كيف بس واحدة مع واحدة بقولي هنك الحين ونطلع مع الحامل وفينا بعد الحامل بحامل هو البوست انفراد هامل بالميتيشن ستيت جيني يبقى فاريا. لا مش بوست انفراد هو اول ما تعملها برضو ما يبقى شكل الوحيد في الوزن. لا مش على لا في ايديها في ايديها في ايديها هيبقى في ايديها هيبقى بس هني لازم كلها تشخيص يعني هي هيبر اوكلي يعني كلنا شعب الصوت. هو ممكن يا دكتور مش الكولون او ده ممكن تظهر مع مين بس في اي مكان لازم من هنا بيتسمع بيتسمع الهيبر من الشمال كل مكان بيتسمع على حسب المكان بتاعه بالطبع خصوصا ما هيبر من الشمال ممكن هيبر من الشمال بقى بنلاقي فيه في الدرمس تحت ميلانوسايتس وميلانوسايتس دي فاجوسايتوز باي فاشن بنسميها ميلانوفاشن يا اما ميلانوسايتوتك يا اما